the Muslims of subcontinent join under one banner, and the leadership of Qaidi Azam Muhammad Ali Jinnah, father of the nation, and with great efforts and sacrifices achieve independence in 1947. Ladies and gentlemen, I would like to start the event in the name of Allah. I would like to call Mr. Sudeis for citation of the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان محبوب علي رحيم خان متحدث باسم السفارة الباكستانية بطرابلس. نعم، وكذلك هذا احتفال 81 ليوم الوطن للباكستان، ونحن كنا مستعدين من هذا الاحتفال منذ تقريبا 10 أيام، والحمد لله اليوم اختتم هذا الاحتفال في فندق المهاري، وشاركوا بعض السفراء ودبلوماسيين وقائم الأعمال اليوم معنا، وضيوفنا من وزارة الخارجية الليبية، وكذلك سعادة مدير إسارة آسيا وأستراليا وشارك في هذه الحفلة معنا. هو أنت تعرف التعاون بين ليبيا وباكستان لا يحتاج يعني صفاء، أنت تعرف هذا التعاون بين ليبيا وباكستان تعاون قديمة ومتينة، علاقتنا قديمة جدا، وكذلك الحمد لله أي وقت نحن درنا هنا احتفال وهذه المناسبات ليبيين شاركوا معنا قطف مع القطف، وكذلك في مجتمع السياسية ومجتمع المدنية أي شيء نحن احتجناه هنا الحمد لله هم وافقوا معنا ووقفوا معنا قدم بقدم. Thank you.